الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام أتمان أكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، على آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. نحن بإذن الله في صدد أن نقرأ هذا الكتاب الذي هو مختصر عبد الله الهروري الكافر بعلم الدين الضروري، فهو مما أكرمني الله أن قرأته على الشيخ عبد الله وأجازني به رحمه الله، فأخلص النية لله تعالى حتى نستطيع أن ننجز هذا الكتاب إن شاء الله في ثلاثة ليالي، في ثلاثة يعني هي ليالي متوالية إن شاء الله. قال شيخنا رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم، المدبر لجميع المخلوقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد. فهذا مختصر جامع لأغلب الضروريات التي لا يجوز لكل مكلف جهلها من الاعتقاد ومسائل فقهية من الطهارة إلى الحج، وشيء من أحكام المعاملات على مذهب الإمام الشافعي. الضروريات هي أشياء يجب على كل مكلف أن يحصلها، إذا ترك تحصيلها يكون آثما. فهذا الكتاب جمع كثيرا من الضروريات من العلوم الواجبة عينا على المكلفين، فيجب على المكلف أن يحصل هذه الضروريات، وهذا الكتاب على مذهب الإمام الشافعي. ثم بيان معاصي القلب والجوارح كاللسان وغيره، لأنه لا يتمكن المكلف من أن يتجنب المعاصي إن لم يعرفها، فيجب عليه أن يتعلم ما هي المعاصي المتعلقة بالقلب، باللسان، باليد، بالبطن، بالفرج، بالرجل. الأصل لبعض الفقهاء الحضرميين من حضرموت في اليمن وهو عبد الله بن حسين بن طاهر، ثم ضمن زيادات كثيرة من نفارس المسائل، أي الشيخ عبد الله زاد على الأصل زيادات كثيرة فيها مسائل نفيسة رفيعة، مع حذف ما ذكره في التصوف. ما ذكره المؤلف في التصوف حذفه لأن هذا الكتاب المراد منه الاشتغال بالضروريات، وتغيير لبعض العبارات مما لا يؤدي إلى خلاف الموضوع، يعني تغيير لبعض العبارات إلى ما هو أحسن مع بقاء الموضوع على حسب ما هو في الأصل. وقد نذكر ما رجحه بعض من الفقهاء الشافعيين كالبلقيني لتضعيف ما في الأصل، يعني يذكر ما رجحه بعض أكابر الفقهاء من الشافعية كالبلقيني رحمه الله حتى يبين أن ما في الأصل كان ضعيفا وهذا هو الصحيح. فينبغي عنايته به، أي بهذا الكتاب، ليقبل عمله أي عمل المكلف. أسميناه مختصر عبد الله الهروري الكافل بعلم الدين الضروري. ضروريات الاعتقاد: فصل يجب على كافة المكلفين، أي كل المكلفين. المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، أي سمع بأصل الدعوة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بلغه هذا وهو يفهم العربية، فهذا يكون مكلفا مع كونه بالغا عاقلا. فإن لم يكن هذا الإنسان المكلف من المسلمين، فرض عليه أن يدخل فورا في دين الإسلام، والثبوت فيه على الدوام يجب على كل مكلف إن لم يكن مسلما أن يدخل في الإسلام وأن يثبت فيه دائما إلى الموت، كما قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي إلى الموت. والتزام ما لزم عليه من الأحكام، فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا أي في كل الأحوال، والنطق به في الحال إن كان كافرا، وإلا ففي الصلاة الشهادتان، هذه الشهادتان يجب في كل الأحوال أن يعتقدها المرء في قلبه. لو أكره على الكفر، لو أكرهه بعض الكفار على النطق بالكفر، يجب عليه أن يبقى معتقدا للشهادتين في حال الإكراه
في حال الرضا، في حال الغضب، في حال المزح، يبقى ثابتا على الشهادتين. وإن كان غير مسلم يجب عليه فورا أن ينطق بالشهادتين حتى يدخل في الإسلام باللغة العربية أو بغيرها من اللغات، المهم أن يأتي بهذا اللفظ أو بما يعطي معناه، بما يعطي معنى الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو مثلا يقول لا إله إلا الله أحمد رسول الله. للدخول في الإسلام في الشهادة الثانية لا بد أن يأتي باسم محمد أو أحمد، أو يقول أشهد أن أبا القاسم أو أبا القاسم رسول الله، لا يدخل بغير هذا. لو كان عم يتكلم غير اللغة العربية اسم محمد عليه الصلاة والسلام لا بد أن ينطق به، لا بد أن يقول أشهد أن محمدا أو أحمد، بهذا يدخل في الإسلام بقوله محمدا أو أحمد أو أبا القاسم أو أبا القاسم، لا يدخل بغير هذا ولو كان من غير العرب. أما لفظ الجلالة فيترجم، إذا قال باللغة الإنجليزية ما معناه لا رب إلا الله، ما معناه لا إله إلا الله، أو بأي لغة كان يصح، لأن لفظ الجلالة الله يترجم إلى غير العربية من اللغات. وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكافر لو كان مرتدا، يعني كان مسلما ووقع في الردة بنحو سب الله، لا ينفعه أن يقول أستغفر الله، لا بد أن يدخل في الإسلام بترك الكفر والنطق بالشهادتين. أما إذا قال الكافر أستغفر الله زاده ذلك كفرا. ليش؟ لأن معناه يا ربي، معنى كلامه يا ربي اغفر لي وأنا على الكفر، هذا معنى قول الكافر أستغفر الله، والله لا يغفر للكافر ما دام على كفره. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعلم وأعتقد وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله، يعني لا أحد يستحق أن يتذلل له، نهاية التذلل إلا الله، وكل ما عبد سوى الله عبد بغير حق. المسيح عليه السلام عبده بعض الناس بغير حق، والخضر وعلي عبد بعض الناس، الخضر عبد بعض الناس عليا رضي الله عنه، عبدوه بغير حق. لا معبود بحق إلا الله، يعني لم يعبد أحد وهو يستحق العبادة إلا رب العالمين. الواحد أي الذي لا شريك له، الأحد بمعنى الواحد أو بمعنى الذي لا يقبل الانقسام، أي ليس جسما. الجسم يقبل الانقسام، الله خالق الأجسام فلا يجوز أن يكون جسما. الجسم يأخذ حيزا من الفراغ، الله تعالى خالق الأجسام لا يأخذ حيزا من الفراغ، فليس له مكان ولا جهة. الأول أي الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، وكل ما سواه لوجوده بداية. القديم أي الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، الله يقال عنه الأول ويقال عنه القديم، كما جاء في القرآن هو الأول، وكما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، أي كان الله في الأزل ولم يكن شيء سواه. الحي أي الموصوف بصفة الحياة، وهي صفة له أزلية أبدية كسائر صفاته، ليست كحياة غيره، حياة البشر اجتماع الروح مع الجسد، الله ليس روحا ولا جسدا، حياته صفته في الأزل، ليست بروح ولا جسد ولا دم ولا عصب ولا عظم ولا غير ذلك. القيوم أي الذي هو دبر جميع المخلوقين بتدبير أزلي، ليس معنى القيوم أنه قائم في شيء من الخلق، لا، بعض جهلة المتصوف يقولون القيوم معناه القائم فينا، الذي يقوم في المخلوق لا يكون إلا مخلوقا. الدائم أي الموجود بلا نهاية. الخالق أي الذي يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، ولا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. الرازق أي الذي يوصل الأرزاق، وهي الأشياء النافعة محرمة كانت أو مباحة إلى العباد. العالم أي الذي هو موصوف بصفة العلم، وهي صفة أزلية أبدية لله، وعلم الله واحد يعلم بعلمه الواحد كل شيء، علم ما كان وما يكون وما سيكون مما لا نهاية له
وعلم الله ليس محصورا وليس له بداية وليس له نهاية ولا يطرأ على علمه معلوم. القدير أي المتصف بالقدرة، وهي صفة لله بها يوجد الممكنات ويعدل. الفعال لما يريد، يعني إذا أراد الله إيجاد شيء وجد في الوقت الذي أراد أن يكون فيه، لا أحد يستطيع منع ذلك أو تأخير ذلك عن أن يوجد في الوقت الذي أراد الله. ما شاء الله أي ما أراد الله كان، وما لم يشأ أي ما لم يرد لم يكن أي لا يكون. والمشيئة هي صفة لله بها يخصص الممكنات العقلية ببعض ما يجوز عليها من الصفات دون بعض، هذا معنى المشيئة. والتي يقال عنها الإرادة صفة لله يخصص بها الممكنات العقلية ببعض ما يجوز عليها من الصفات دون بعض. الذي لا حول ولا قوة إلا به، يعني لا أحد يستطيع أن يتجنب معصية إلا إذا حفظه الله، ولا أحد يقوى على فعل طاعة إلا إذا أقدره الله على ذلك. هذا معنى لما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا نستطيع أن نتجنب معصية ولا نستطيع أن نعمل طاعة إلا إذا أقدرنا الله على ذلك. الموصوف بكل كمال يليق به، يوجد كمال يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق. لا يوصف الله بالكمال الذي يليق بالمخلوق ولا يليق به، يعني لا يقال عن الله جميل الشكل، جمال الشكل من صفات الخلق. لا يقال عن الله ذكي، الذكاء من صفات الخلق. لا يقال عن الله له عقل دين، العقل من صفات الخلق. يقال عن الله موجود، أزلي، أبدي، عالم، قادر، متكلم، سميع، بصير، حي، مريد، هذا كمال يليق بالله. أما الكمال الذي يليق بالخلق ولا يليق بالخالق لا يوصف الله تعالى به. المنزه عن كل نقص في حقه، الله منزه عن كل النقائص، منزه عن الجهل والعجز والشكل والهيئة والصورة والمكان والتغير من حال إلى حال، منزه عن كل النقائص. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه أعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق. معناها الله لا يشبه شيئا من الخلق بوجه من الوجوه، فهو القديم أي الموجود الذي لا ابتداء له، وما سواه حادث أي مخلوق وجد بعد أن لم يكن. وهو أي الله الخالق أي الذي أبرز المخلوقات من العدم إلى الوجود، وما سواه مخلوق أي وجد بعد أن لم يكن. فكل حادث أي مخلوق دخل في الوجود من الأعيان كأجرام الناس، أشخاص الناس مثلا، والأعمال سواء كانت خيرا أو شرا، دخل في ذلك الخير والشر، الكفر والإيمان، الحسنات والمعاصي، كل هذا يسمى أعمالا. من الذرة وهو أصغر ما يمكن للإنسان أن يراه إلى العرش وهو أكبر جسم خلقه الله وجعله فوق الجنة إظهارا لقدرته، لا يتخذه مكانا لذاته لأن الله لا يحتاج إلى شيء من خلقه. الله كان موجودا في الأزل قبل وجود الخلق مستغنيا عن الخلق، فبعد أن خلق الخلق لا يقال عنه صار محتاجا لهم، كان في الأزل موجودا غنيا عنهم ولم يزل مستغنيا عن كل ما سواه. الله لا يتغير. ومن كل حركة للعباد، الحركة انتقال الجرم من مكان إلى آخر، الجرم ينتقل من مكان إلى آخر يسمى هذا حركة، هذا لا يجوز على الله. ومن كل حركة للعباد والسكون، السكون ثبوت الجرم في مكان، الجرم يثبت في مكان أو يتحرك ثم يثبت أو يكون متحركا دائما على حسب ما شاء الله. والنوايا جمع نية، النية شيء يكون بقصد من الإنسان، الإنسان يقصد فعل شيء يقال عن هذا نية. والخواطر جمع خاطر، وهو ما يرد على القلب بلا إرادة من الإنسان، فهو بخلق الله. كل هذا الله أبرزه من العدم إلى الوجود، لم يخلقه أحد سوى الله، أي لا يشارك الله أحد في الخلق. الله تعالى هو وحده الذي يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود.
لا طبيعة ولا علم، لا شيء يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. الصفة التي جعل الله عليها الأجرام أو العادة هذه لا تخلق شيئا، وكذلك العلة السبب لا يخلق شيئا، السبب شيء مخلوق والطبيعة شيء مخلوق، المخلوق لا يخلق. يوجد قاعدة عظيمة وهي أن المخلوق لا يخلق، قاعدة عظيمة أن الجسم لا يخلق الجسم، الله خالق كل شيء فلا يجوز أن يكون كشيء من خلقه، بل دخوله في الوجود أي دخول هذا المخلوق بمشيئة الله أي بإرادة الله وقدرته بتقديره وعلمه الأزلي أي الذي لا ابتداء له، لقول الله تعالى وخلق كل شيء في استثناء، وخلق كل شيء يدخل في ذلك الأجرام، الأعيان، الأشخاص، الأعمال، الخير، الشر، الكفر، الإيمان، الحسنات، المعاصي، كل هذا يدخل تحت هذه الآية وخلق كل شيء أي أحدثه من العدم إلى الوجود. العدم لا شيء، فلا خلق بهذا المعنى لغير الله. قال الله تعالى هل من خالق غير الله، أي لا خالق إلا الله. قال النسفي فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره، فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله تعالى. إذا إنسان ضرب زجاجا بحجر، هذا الضرب الذي حصل الله خلقه، الضرب الذي حصل من هذا الإنسان الرمي، رمي الحجر، الله خلقه، وما حصل في الزجاج من الأثر من التشقق الله خلقه، وتأثير الحجر على الزجاج الله تعالى خلقه، لأنه لا خالق إلا الله. لذلك جاء في القرآن الكريم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الرسول أخذ ترابا رماه في وجوه المشركين، أنزل الله عليه هذه الآية وما رميت أي يا محمد خلقا إذ رميت يا محمد كسبا ولكن الله رمى خلقا. وما رميت إذ رميت، يعني وما رميت يا محمد خلقا إذ رميت كسبا. شو يعني كسبا؟ الكسب هو توجيه العبد قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك، هذا حظ العبد من عمله، لا حظ للعبد في الخلق. يعني إذا واحد قال لك ما هو حظي من عملي، تقول له توجيهك القصد نحو العمل، أما الخلق فهو لله، اللي هو بيسميه العلماء توجيه القصد نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك، يسميه العلماء الكسب. هذا حظ العبد من عمله، فالعبد مظهر لاكتساب الأعمال وليس خالقا للأعمال، لا خالق إلا الله، فليس للعبد إلا الكسب، وأما الخلق فليس لغير الله. قال الله تعالى لها ما كسبت أي للنفس وعليها ما اكتسبت. وكلامه أي كلام الله الذي هو صفته قديم أي موجود لا ابتداء له، كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ليس ككلام العالمين، كلامنا نحن الذي ننطق به هو حروف أصوات ولغات، وله بداية وله نهاية، ويدخله اللحن والإعراب، وشيء مخلوق لم يكن ثم كان، اللغات لم تكن ثم كان، والحروف مخلوقة لأنها متعاقبة، إذا وجد شيء منها بعد آخر انعدم الذي قبله. يعني إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم عندما نطقت بالسين انتهت الباء، عندما نطقت بالميم انتهت السين، وهكذا. هذا معناه كلامك الذي تتكلم به أنت مخلوق حادث، اللغة مخلوقة والحرف مخلوق والصوت مخلوق، كلامنا لغة وحرف وصوت، أما كلام الله الذي هو صفته ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا، ليس بمبتدأ ولا مختتم، ليس ككلام العالمين. هذا معنى وكلامه أي صفة الكلام لله، قديم أي موجود بلا بداية كسائر صفاته، لأن الشيء إذا قامت به صفة حادثة فهو حادث لأنه متغير. الله ذات قديم موصوف بصفات قديمة، الله ذات قديم شو يعني؟ إذا قلنا ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، لأنه سبحانه
أي أنزل الله عن مشابهة الخلق، مباين أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال. ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. أما ذاتي جسدي، ذات الطاولة هذا الجرم، ذات الطاولة ذاتك جسدك. أما ذات الله ليس جسدا، حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. والصفات، صفات الله ليست كصفات الخلق، علمه ليس كعلم خلقه، إرادته ليست كإرادة خلقه. إرادتنا حادثة، إرادة الله أزلية أمدية، علمنا حادث، علم الله أزلي أمدي، وهكذا. والأفعال، فعل الله صفته في الأزل، والمفعول حادث. تخليق الله صفة أزلية لله، والمخلوق هو الحادث. سبحانه وتعالى أي أنزل الله تعالى عن مشابهة الخلق، هذا معناه أن نقول سبحان الله أي أنزل الله عن مشابهة الخلق، وتعالى أي تنزه، وتكرارها لتأكيد هذا المعنى في حق الله. عما يقول الظالمون أي الكافرون علوا كبيرا. فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى. نحن لا نعرف الله معرفة إحاطة، إنما نعرف الله بمعرفة ما يجب لله من الصفات، ما يجوز في حقه، ما يستحيل عليه. الله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. ونحن لا نعلم، لا نعرف ربنا معرفة إحاطة. ما هي هذه المعرفة؟ بأن نعرف ما يجب له من الصفات. لذلك قال العلماء تجب معرفة هذه الصفات 13 وجوبا عينيا على كل مكلف، تكرر ذكرها في النصوص الشرعية كثيرا، تكرر ذكرها في القرآن إما لفظا وإما معنى كثيرا، وهي الوجود. قال الله تعالى في الله شك، يعني لا شك في وجود الله. والوحدانية قل هو الله أحد. والقدم أي الأزلية هو الأول. والبقاء أي الله موجود لا نهاية لوجوده، هو الأول والآخر. وقيامه بنفسه بمعنى أن الله موجود وهو مستغن عن كل شيء سواه، فإن الله غني عن العالمين أي مستغن عن كل ما سواه. والقدرة وهو على كل شيء قدير، قلنا هي صفة لله بها يوجد الممكن ويعلن، هذا معنى القدرة. والإرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني مشيئة العباد تحت مشيئة الله. نحن إلنا مشيئة، لنا مشيئة، مشيئتنا تحت مشيئة الله. لذلك قال العلماء لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، يعني العبد لا يشاء إلا ما شاء الله له أن يشاء. غلبت مشيئته المشيئات كلها، أي غلبت مشيئة الله كل مشيئة، هذا معنى غلبت مشيئته المشيئات كلها، أي غلبت مشيئة الله كل مشيئة. فمشيئة العبد تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. والعلم وهو بكل شيء عليم، الله يعلم بعلم واحد ما كان وما يكون وما سيكون مما لا نهاية له. نحن ننتبه لعبارة علماء أهل السنة والجماعة، يقولون علم الله واحد، قدرة الله واحدة، مشيئة الله واحدة، كلام الله واحد، ليس كلاما متعددا. أم نحكي عن صفة الله القائمة بذاته أي الثابتة له، لا يقال الله له كلام متعدد أو مشيئات متعددة أو صفة علم متعدد، لا، علم الله واحد وكلامه واحد ومشيئته واحدة وقدرته واحدة، هكذا يقال عن صفات الله تعالى. والسمع والبصر وهو السميع البصير، يعني يسمع كل مسموع بسمعه الأزلي الذي ليس كسمع الخلق، ويرى كل ما يرى ببصره الأزلي الذي ليس كبصر الخلق، لأن الله لا يشبه خلقه بأي وجه من الوجوه. لذلك جاء في النص القرآني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني جاء في النص القرآني تقديم التنزيه على إثبات صفتي السمع والبصر، تقديم التنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى يفهم أن سمع الله
وبصر الله ليس كسمع وبصر الخلق. والحياة الله لا إله إلا هو الحي، والكلام وكلم الله موسى تكليما. ليس معناه أن الله يتكلم بكلام كلامنا، لا، أي أزال الله عن سمع موسى الحجاب المعنوي الذي يمنع من سماع كلام الله الموجود أزلا وأبدا، وهو كلام ليس ككلام العالمين. فسمع موسى كلام الله تعالى الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا نور. موسى وسمع موسى حادثان، وكلام الله ليس بحادث، أزلي أبدي لا بداية له ولا نهاية له، وليس حرفا ولا صوتا ولا نور. والمخالفة للحوادث أي للمخلوقات، قال الله تعالى ليس كمثله شيء. فلما كانت هذه الصفات ذكرها كثيرا في النصوص الشرعية، قال العلماء تجب معرفتها وجوبا عينيا، عينيا أي على كل مكلف بعينه. ولما ثبتت الأزلية لذات الله وجب أن تكون صفاته أزليا، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. إذا حدثت صفة في شيء معناه هذا الشيء تغير، المتغير يحتاج إلى من يغيره، المحتاج إلى غيره لا يكون إلها بل يكون حادثا مخلوقا. هذه قاعدة، حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. لذلك الله لا يجوز أن تحدث في ذاته صفة، هو أزلي وصفاته أزلية أبدية، يعني لا بداية لها ولا نهاية لها. ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله، أعلم وأعتقد وأعترف أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق. يعني الرسول ما أرسل إلى قوم مخصوصين، حين جاءه جبريل قال له أنت أرسلت إلى الناس كافة، رسالة الرسول إلى الناس كافة إلى الإنس والجن. ويتبع ذلك اعتقاد أنه أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وبعث بها، أي نزل عليه الوحي وهو بمكة، وهاجر إلى المدينة بأمر من الله ودفن فيها، أي مات في المدينة ودفن في المدينة المنورة. ويتضمن ذلك أنه صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله، لا يجوز على رسول الله أو على أي نبي أن يقع في كذبة، ولا يجوز على أي نبي أن يخطئ في التشريع. الذي يقول إن النبي قد يخطئ في التشريع كفر. يوسف القرضاوي قال عن سيدنا محمد يجتهد في التشريع ويخطئ، هذا كفر صريح. فمن ذلك يعني من جملة ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب القبر، فيجب أن نؤمن بوجود عذاب في القبر للكفار ولبعض عصاة المسلمين، ونعيمه يجب أن نؤمن بوجود نعيم في القبر للأنبياء وللصالحين وللشهداء وللأولياء. وسؤال الملكين منكر ونكير، كل إنسان يسألانه بلغته التي هو يتكلمها، ويستثنى من هذا السؤال الأنبياء وشهداء المعركة والأطفال، هؤلاء لا يسألون. فذلك من لقن حجته بالنص الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هذا لا يسأل في قبره. والبعث وهو خروج الموتى من القبور، الأجساد بعد الموت بعضها يملأ وبعضها لا يملأ، الأنبياء أجسادهم لا تملأ، الأنبياء أجسادهم لا تملأ، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وشهداء المعركة الأرض لا تأكل أجسادهم، وبعض الأنبياء كذلك الأرض لا تأكل أجسادهم، هؤلاء ينشق عنهم القبر ويخرجون. أما الذي بني جسمه يبقى في، يوجد في أسفل ظهر كل إنسان عظم صغير يسمى عجب الذهب، هذا مهما أصاب الإنسان لو أحرق جسمه لا يبلى هذا العظم الصغير، عليه يعاد تركيب الجسد ثم ينشق القبر ثم يخرج هذا الإنسان، وهذا يسمى البعث. والحشر هو سوق الناس إلى مكان الحساب، وقد ورد في الحديث أنه أرض الشام. أرض الشام هي
هذه البقعة التي تشمل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، وورد أنها تتوسع حتى تسعى الناس الذين يقفون عليها للحساب. والقيامة التي هي من حين خروج الناس من القبور إلى حين دخول الناس، بعض الناس يدخلون الجنة وبعض الناس يدخلون النار، أجارهم الله من جهنم. والحساب وهو توقيف الناس على أعماله، كل إنسان يرى عمله في صحيفة يعطاها بيده، أما المؤمن وإن كان فاسقا فيأخذ صحيفة عمله بيده اليمنى، وأما الكافر فيأخذها بيده اليسرى من وراء ظهره. والثواب وهو الجزاء الذي يجازاه المؤمن من الحسنات على عمله الصالح، والعذاب وهو ما يسوء العبد في ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك كالشعور بحرارة الشمس حين تدنو من رؤوس العباد، كل هذا يجب الإيمان به. والميزان وهو شيء توزن عليه صحائف الأعمال ينصب يوم القيامة إظهارا للعدل، وإلا فإن الله يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية. والنار وهي جهنم، وهي مكان هيأه الله للعذاب، مكان لا يحبه الله ولا نحبه. نقول عن جهنم سوداء مظلمة كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش حمراء، وهي موجودة تحت الأرض السابعة منفصل عنها كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. والصراط وهو جسر يمد من أرض المحشر ابتداء من الأرض التي يقف عليها الناس للحساب، ويمر فوق الجنة فوق جهنم وإلى جهة الجنة، يعني كل إنسان سيرد فوق هذا الصراط، من شاء الله له العذاب سيسقط في جهنم أجارنا الله منها، ومن شاء الله له النجاة نسأل الله أن نكون منهم، يتجاوز هذا الصراط إلى الجنة. أما الأنبياء والشهداء والصالحون فلا يطؤون عليه بل يطيرون في هوائه فوقه، وهذا معنى وإن منكم إلا واردها، ليس معناه أن كل إنسان سيدخل جهنم، لا، الأنبياء الأولياء الشهداء الصالحون لا يدخلون جهنم، واردها أن يمر فوقها، وبعضهم يدخلها وبعضهم ينجيه الله تعالى ويدخل إلى الجنة. والحوض هذا مكان يصب فيه من ماء الجنة، كل نبي له حوض، أكبر حوض هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن قبل دخول الجنة من أمة محمد سيشرب من حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا شرب لا يعطش بعد ذلك أبدا. والشفاعة وهي سؤال الخير من الغير للغير، الأنبياء يشفعون والشهداء يشفعون والطفل يشفع لأبويه والأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون. والجنة وهي دار السلام، مكان أعده الله ليستقر فيه أهل السعادة أهل الإيمان، وهو موجود هذا المكان فوق السماوات السبع، سقف الجنة عرش الرحمن. والرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بلا كيف ولا مكان ولا جهة، أي لا كما يرى المخلوق. المؤمن وهو في الجنة يرى الله تعالى الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، ويعرف المؤمن أن الذي رآه هو الله، لأن الله لا يشبه شيئا من خلقه، كل ما تراه من الخلق له شبيه في الخلق بوجه من الوجوه، ببعض الوجوه، من كل الوجوه بوجه من الوجوه، أما الله تعالى فلا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه. وهذه الرؤية التي تحصل للمؤمن وهو في الجنة هي أعظم وأحسن نعيم يحصل عليه المؤمن في الجنة، يعني لا يجد نعيما أعظم من ذلك في الجنة، ولا يجد نعيما أحسن من ذلك وهو في الجنة. أما الأولياء فيرون الله تعالى كل يوم مرتين، وأما من سواه فيرون الله تعالى في الأسبوع مرة واحدة. والخلود فيهما، يعني يجب أن نؤمن أن الكافر يخلد في جهنم وأن المؤمن يخلد في الجنة، والذي يقول إن الجنة تفنى أو إن النار تفنى أو إن الجنة والنار تفنيان فهذا كافر. والإيمان بملائكة الله وهم عباد لله مكرمون، خلقهم الله تعالى من نور ليس ذكورا ولا إناثا،
ولا يأكلون ولا يشربون ويطيعون الله تعالى، لهم وظائف وهم مكلفون، وهم مكلفون يصلون الصلوات الخمس كما نحن نصلي الصلوات الخمس، لكنهم ليسوا كالبشر، يعني لا يتنكعون، لا يأكلون، لا يشربون، لا ينامون، لا يتعبون من طاعة الله، ولا يتشكلون بأشكال الإناث أو بأشكال البهائم البشعة كالأفعى أو العقرب أو القرد مثلا أو الخنزير، هذا لا يجوز على الملائكة. ورسوله، يعني يجب الإيمان برسول الله من كان رسولا ومن كان نبيا غير رسول، وثبت أنه نبي يجب أن نؤمن بنبوته، ومن ثبت أنه نبي رسول آدم ومحمد وموسى وعيسى وإبراهيم يجب أن نؤمن بأنه نبي رسول، ونوح عليه الصلاة والسلام. وكتبه، أي الكتب التي أنزلت على الأنبياء، وهي 104 كتب، أشهرها الكتب الأربعة التي أنزلت على موسى وداود وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وبالقدر خيره وشره، يعني يجب أن نؤمن بأن الله له صفة القدر، قدر الله أي تدبير الله الأزلي الأبدي الذي هو ليس حادثا وليس متغيرا وهو تدبير شامل. وشرحت هذا قبل هذا، أن الرسول في الحديث عليه الصلاة والسلام حين قال وبالقدر خيره وشره، أراد بقوله وبالقدر أن تؤمن بصفة الله القدر، أي التدبير الأزلي الأبدي، ثم أعاد الضمير بقوله خيره وشره على كلمة القدر لمعنى آخر، وهو أن ما دخل في الوجود وهو المقدور أي المخلوق، منه ما هو خيرا ومنه ما هو شر، وإنما دخل في الوجود بتدبير الله الأزلي وبتخليق الله تعالى. وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، يعني لا نبي بعده، فكل من ادعى النبوة بعد سيدنا محمد هو كافر، وسيد ولد آدم أجمعين كما قال صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقري. ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق، كل نبي يوصف بأنه صادق، متصف بأنه صادق، والأمانة لا يجوز عليه أن يكون خائنا لا بالقول ولا بالفعل ولا بالحال، والفطانة، كل نبي ذكي فيستحيل عليهم الكذب ولو في شيء حقير قليل صغير، لا يجوز. ولا يجوز على الأنبياء صدق اللسان، لاحظوا أحيانا نحن عم نحكي نقول كلمة لا نريد قولها، يسبق اللسان إلى غير ما نريد، هذا لا يحصل مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيستحيل عليهم الكذب، الكذب هو الكلام بخلاف الواقع مع العلم. والخيانة، الخيانة تكون بالفعل كأن يأكل مالا غير الذي استودعه إياه، هذا لا يجوز على الأنبياء. وتكون الخيانة بالقول أيضا، إذا واحد قال لشخص اذهب وادرس عند رجب ديب، هذه خيانة بالقول، رجب ديب يضل الناس، لا يجوز أن يقال لشخص اذهب وادرس الدين عند رجل مثل رجب ديب، هذه تسمى خيانة بالقول. كذلك إذا إنسان استودعك شيئا فأنكرته، هذه خيانة بالقول، أنكرت من استودعك هذا الإنسان، الخيانة لا تجوز على الأنبياء. والرذالة، يعني أن يكون فيه خسة ودناءة، هذا لا يجوز على الأنبياء. والسفاهة، لا يجوز أن يكون النبي سفيها ضعيف العقل ناقص العقل، لا يجوز. والبلادة الذي ضعف الفهم، لا يجوز أن يكون نبي من الأنبياء فيه ضعف فهم. والجبن، لا يجوز أن يكون النبي جبانا، كل نبي من أنبياء الله قلبه ثابت شجاع، رجل منذ نحو 30 سنة أو أكثر، شيخ مصري في مسجد الأوزاعي الكبير على المنبر قال محمد شجاع أما موسى فجبان، سب موسى عليه السلام. قام رجل تعلم عند الشيخ عبد الله رضي الله عنه اسمه الحاج مصطفى، قال هذا لا يجوز، المسجد ممتلئ. فقال له بعض الحاضرين عود لخلص الخطبة، ليس لا يصلى خلف هذا الإنسان الذي كفر، خرج وحده من المسجد بعد نحو 40 سنة، هذا الكلام حصل. انظروا إلى أي حد صار الجهل في الناس، يسب نبي على المنبر ولا ينكر عليه إلا من قبل شخص واحد.
هذا الكلام منذ نحو 40 سنة. وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم، لا يجوز أن يكون في النبي شيء ينفر عن قبول الدعوة منهم، يعني لا يصيب مرض منفر كالبرص أو الجرب مثلا أو خروج الدود. بعض الناس يقولوا أيوب خرج منه الدود، هذا كذب على أيوب عليه السلام، لا يحصل للنبي مثل هذا. وتجب لهم العصمة أي الحفظ من الكفر والكبائر والصغائر الخصية قبل النبوة وبعدها. كل نبي محفوظ من الكفر ومن أن يقع في معصية كبيرة ومن أن يقع في معصية صغيرة فيها خصة تدل على خصة وزنانة النفس، لا يحصل من النبي ذلك لا قبل نزول الوحي ولا بعد نزول الوحي، محفوظ من ذلك. يعني حتى قبل نزول الوحي يكون محفوظا حتى لا يكون عائقا عليه في سبيل التعود إلى الله. ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي، يعني قد يحصل منهم ما سوى ذلك كما حصل من آدم أنه أكل من الشجرة التي نهاه الله عن أن يأكل منها، هذه معصية صغيرة ما فيها خصة ولا دناءة، وعصى آدم ربه فغوى غوى أخطأ في أكله من الشجرة التي نهاه الله عنها. لكن ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم، يعني حصلت معصية صغيرة من نبي ليس فيها خصة ولا دناءة فورا ينبه قبل أن يقتدي غيره به في هذه الفعل الذي حصل منه. فمن هنا يعلم أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخصيصة وهم من سوى بنيامين. أليس إخوة يوسف كادوا له ورموه في البئر وقالوا كلاما قبيحا في حق والدهم يعقوب عليه السلام، فلا تجوز عليهم النبوة. والأحباب الذين أنزل عليهم الوحي الذين ذكروا في القرآن هم من نبئ من ذريتهم، يعني من ذرية هؤلاء جاء من هو نزل عليه الوحي من النبوة. فصل: يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه، وهو الردة والعياذ بالله تعالى. أشد الذنوب الكفر، أشد الذنوب الكفر، وأشد الكفر الذي ينكر وجود الله والذي يعتقد عقيدة الوحدة والذي يعتقد عقيدة الحلول، هذا أشد الكفر الذي ينكر وجود الله والذي يعتقد عقيدة الوحدة، يعني يقول الله والعالم شيء واحد، والذي يعتقد عقيدة الحلول يعني يقول الله حال في كل شيء، هذا أشنع الكفر وأشد الكفر. كل الكفر شنيع لكن هذا أشد الكفر. قال النووي الحافظ الشافعي وغيره: الردة أفحش أنواع الكفر، يعني هي شيء فاحش شنيع، هذا معنى الردة أفحش أنواع الكفر، يعني شيء شنيع وبشع. واحد يكون مسلم فيبتد كافرا ينقلب كافرا والعياذ بالله. فإذا واحد سألك ما هو أشد الكفر، أشد الكفر هذه التي ذكرتها: إنكار وجود الله، عقيدة الوحدة، عقيدة الحلول. كل كفر سوى هذه دونها من حيث القبح ومن حيث الشدة. وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام، من مئات السنين كثر التساهل في الكلام، فكيف هلا؟ حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذما فضلا عن كونه كفرا. وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. بعض الناس يعترضوا ليش عم تكفر إذا واحد سب الله وهو في حالة الغضب، أو قال الله ما بيقدر عليه، بعض الناس يقولوا العياذ بالله، أو يقول الله ما بيزيحني من هون، أو يقول ليش الله ما قادر على اليهود. سمعت شيخا يخطب، كان يخطب في المسجد الأقصى، بأذني سمعته يقول ربنا مش قادر على اليهود، من أشنع الكفر الصريح الذي سمعته، وهو شيخ كبير في السن تقبل يده وكان يخطب في المسجد الأقصى. فربنا مش قادر على اليهود من أشنع الكفر مثل هذا، كيف يولى حتى يدرس الناس بزعمه وحتى يكون خطيبا للناس؟ على المنبر قال: يا الله أين العدل؟ أين أنت يا الله؟
والعياذ بالله يعترضوا على الله تعالى. هؤلاء سبب في وقوع كثير من الناس في الكفر، لأن بعض الجهال يقولون إذا كان الشيخ هيك عم يقول شو فيها إن إحنا قلنا مثله؟ فيها واحد قيل له شيخ معناه هو معصوم؟ ليس معصوما، هذا إطلاق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يتكلم بكلمة لا يرى بها بأسا تكون سببا لنزوله إلى نهاية جهنم. نهاية جهنم من الذي يصل إلى هذا الحد؟ الكفار هم الذين يصلون إلى قعر جهنم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. مد اللي يستهزئ برب العالمين، اللي يعترض على رب العالمين، في ناس إذا نزل بهم بلاء يقول يا رب ليه عم تعمل فينا هيك؟ ما شيء غيرنا؟ سمعت بعض الناس يقولون مثل هذا، أو الذين يصفون الله بالجهل. بعض الناس يقولوا ربنا ما بيعرف وين نحن موجودين، أو ربنا ما بيعرف شو بده يعمل فينا، أو بعض الناس يقولوا الله عليم إنه أنا ما فعلت هذا وهو قد فعل هذا. يعني يقول هذا ويقول الله عليم أني ما فعلت، يعني يصف الله بالجهل. أو واحد قيل لو فعلت هذا قال الله شهيد ما فعلت، وهو يعلم من نفسه أنه فعل. هذا كفر والعياذ بالله. لو كان عم يمزح، لو كان يقصد بذلك المزح، المزح والغضب لا يخلصان الشخص من الكفر. أي مسافة 70 عاما في النزول وذلك منتهى جهنم هو خاص بالكفار. والحديث رواه الترمذي وحسنه، وفي معناه حديث رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر، تبوا يا أحبابنا، معرفة الحكم ولا انشراح الصدر ولا اعتقاد معنى اللفظ كما يقول كتابه فقه السنة لمؤلف سيد صاحب. هذا يقول أي واحد يقع في الكفر ما دام هو لا يقول أنا أريد أن أقع في الكفر وأغير ديني مهما قال مهما فعل مهما اعتقد، يقول لا يكون هذا الإنسان كافرا ما لم يشرح صدره للكفر ويعتقد الكفر ويريد الخروج من الإسلام. هذا فتح باب الكفر للناس وقال لهم يا ناس ادخلوا فيه. وكذلك لا يشترط في الوقوع في الكفر عدم الغضب كما أشار إلى ذلك النووي، قال لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا، ضربا شديدا يعني غضب، عنده غضب، فقال له رجل ألست مسلما؟ فقال لا متعمدا كفر، يعني لإرادة، متعمدا أي لإرادة، بس على قوله شو كفر؟ لا، لقوله لا. وقاله غيره من حنفية وغيره. والردة 3 أقسام كما قسمها النووي وغيره من الشافعية وحنفية وغيره، اعتقادات وأفعال وأقوال، وكل يتشعب شعبا كثيرة. فمن الأول الشك في الله، يعني إذا واحد شك قال في نفسه الله موجود أم ليس موجودا، أو في رسوله أو القرآن أو اليوم الآخر أو الجنة أو النار. في ناس في بلادنا يقول مين راح شايف الآخرة وتخبر، ينكرون وجود الآخرة، هؤلاء كفار، أو الثواب أو العقاب أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه، أو اعتقاد قدم العالم. بعض الفلاسفة يقول العالم ما له ولاية، هذا كفر. اعتقاد المسلمين أن الله موجود بلا بداية، وأن كل ما سوى الله له بداية، الأعداد لها بداية والأشخاص لهم بداية. ما نقول نحن الأعداد ليس لها بداية في جهة الماضي، مثل اللي يقولوا في جهة الماضي، هذا ممتنع شرعا وعقلا، ما بيجوز، لا يجوز الشرع والعقل، هذا مستحيل. في المستقبل الله شاء وجود الأشياء لا نهاية لها، أنفاس أهل الجنة، نعيم أهل الجنة، هذا لا نهاية له، أهل الجنة لا نهاية له، الجنة لا نهاية لها. أما بالنسبة لجهة الماضي كل ما سوى الله مخلوق، الأعداد مخلوقة والأشخاص مخلوقون، لا يقال الأعداد لا نهاية لها في جهة الماضي، يعني لا بداية لها، هذا لا يقال. أو اعتقاد قدم العالم وأزليته بجنسه وتركيبه، يعني إذا واحد قال العالم جنسه أي نوعه أزلي، أو نوعه وتركيبه وأفراده المعينة أزلية، كلا القولين كفر. أو بجنسه فقط مثل ما قال ابن تيمية، ابن تيمية قال العالم قديم الجنس حادث الأفراد، وهذا إشراك
لأنه لا شيء لابتداء وجوده إلا الله تعالى، أو نفي صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا ككونه عالما. يعني إذا واحد قال الله من عالم أو من قادر على كل شيء هذا كفر. أو نسبة ما يجب تنزيهه عنه إجماعا كالجسم، الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، هذا الجسم الله خلقه فلا يجوز أن يكون جسما. أو تحليل محرم بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه كالزنا، أي شيء حرام أجمع العلماء على أنه حرام، اتفق المجتهدون على تحريمه واشتهر بين المسلمين. إجا واحد قال بخلاف ذلك وهو ليس نحو قرير عهد الإسلام فهو كافر، مثل شو محرم معلوم من الدين بالضرورة ومشتهر أمره بين المسلمين كالزنا واللواط قتل المسلم. بعض الناس شوف واحد عمل عمل قبيح شو بيقول والعياذ بالله، بيقول هذا أصله حلال، من استحل قتل المسلم بلا حق كفر. واحد مثلا اجى فاز بسيارته سيارة ثاني، أو فاز بسيارته ببيت، أو فاز بسيارته بعمود، أو مثلا ظلم أناسا أكل أموالهم، بعض الجهال شو بيقولوا؟ يقولون قتله حلال، يقول عن مسلم لا يستحق القتل، قتل حلال هذا كفر. فانتبهوا لا تطلقوا ألسنتكم بكلام قبل أن تفكروا هل يقال هذا الكلام أم لا يقال. يعني واحد ظلم ما بينقال الحق معه، أحيانا بعض العوام يقولوا الحق معه بيكون هو ظالم، اللي بيسمي الظلم حق يكفر، انتبهوا لمثل هذا. كذلك لو واحد الحق له لا يقال الحق عليه، لو عم تتناقش في واحد وعذبك وانت تعرف ان الحق معك ما تقول له خلاص الحق علي، كيف عم تقول الحق عليك وانت تعلم انه بحسب الشرع الحق لك معك، كيف بتقول الحق علي؟ هذا يكون خلاف الدين خلاف الشرع. او اذا احسنت لشخص لم يقابلك بالاحسان ما تقول الحق علي انا عملت معه منيح، كثير من العوام ببلادنا بيقولوا هالكلام هنا والعياذ بالله، احسن لشخص فلم يقابله بالمثل او اساء له، هذا المحسن إليه أساء للمحسنين، شو بقول أحيانا؟ الحق علي اللي عملت معه منيح، كيف بقول الحق علي؟ إذا واحد أحسن لشخص يكون عليه حق، إذا أحسن لشخص قد يكون عليه حق. طيب يا أحبابنا هذا اللسان أكثر ما يكون سببا، اللسان أكثر ما يكون سببا لهلاك الإنسان هو اللسان. واحد عم يبيع ويشتري موضوع حرام حرامي ولص إذا لم يغش ولم يبدأ في بيعه وفي شرائه، انتبهوا لهذا الكلام الذي يطلقه بعض الناس، انتبهوا منه. والسرقة والغصب أو تحريم حلال ظاهر كذلك كالبيع والنكاح، ممنوع عن البيع والشراء حرام أو سرقة أو إجرام، والنكاح ممنوع، الزواج حرام ممنوع، هذا اللي يتزوج يكون مجرم. انتبهوا لأحبابنا اللي بيتزوج هلا واللي بيتزوج بعدين واللي بيتزوج قبل الزواج الشرعي ما هو مجرم ولا عليه معصية، الزواج أحيانا يكون مستحبا أحيانا يكون واجبا إذا الشخص خشي على نفسه الحرام ويستطيع أن يتزوج، أليس يجب عليه أن يتزوج؟ يجب عليه إذا كان نفسه تطوف ويجد الأهبة يستطيع أن يتزوج، أليس يستحب له أن يتزوج؟ يتزوج يستحب له، ما بينقال مجنون اللي يتزوج ولا بينقال مجرم اللي يتزوج، لا بهالايام ولا قبل ولا بعد، ما دام يتزوج الزواج المباح المسموح به شرعا. او نفي وجوب مجمع عليه كذلك كالصلوات الخمس او سجده منها والزكاه والصوم والحج والوضوء. هلا اذا واحد لم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يتوضا هذا هو عن معاصي، من الذي يكفر إذا قال الصلاة ليست واجبة أو قال الوضوء ليس واجبا أو قال الحج ليس واجبا؟ كذلك لو شرب الخمر مر عنه كافر مر عنه عاصي، أما إذا قال شرب الخمر حلال شو صار؟ صار كافرا. أو إيجاب ما لم يجب إجماعا كذلك، أو نفي مشروعية مجمع عليه كذلك، أو عزم على الكفر في المستقبل. يعني واحد أزعل شخص وقال إذا تزعجني بعد شوي حسب رب العالمين هذا صار كافرا فورا، أو على فعل شيء مما ذكر أو تردد فيه.
لا خطوره في البال بدون إرادة. أما إذا خطر على قلبك الكفر فطردته فلك أجر. ولا تخف وسوسة الشيطان فإنه أمر من الرحمن. الخاطر القبيح لا يضرك ما لم تعمل به، بل تثاب على عدم العمل به. أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، لأن الله قال إذ يقول لصاحبه، وأجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب في الآية أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فإذا واحد قال أبو بكر من صاحب الرسول، خون الأمة، ومن خون الأمة كفر. أو رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته، يعني واحد من الرسل المجمع على رسالته كآدم أو موسى أو إبراهيم أو هارون أو محمد أو عيسى، واحد أنكر رسالته أو نبوته كفر. أو جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن، أو زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه معتقدا أنه منه عنادا، يعني قيل له ما قلته ليس من القرآن، عرف أنه ليس من القرآن قال بل هذا القرآن. بعض الناس يقول قال الله تعالى تؤلف ولا تؤلفان، قال بطل يقولوها لنصارى الألفان الرومية، وبطل يقولوها بعض الجهال. بعض الناس يقول قال الله تعالى كذب المنجمون ولو صدقوا، هذا من القرآن ولا حديث. فإذا عرف أنه ليس قرآن وقال بل هو قرآن هذا كفر، هذا يكون على وجه العناد يكفر. وبعض الناس يقول قال الله تعالى بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، وبشر الزاني بالفقر ولو بعد حين، ما في القرآن ولا في الحديث. هذا بعض الناس بألفوا الكلمات وبينسبوها أحيانا للقرآن وأحيانا للحديث. أنتم شايفين ناس كانوا يزنون وعاشوا على الزنا وماتوا أغنياء، كيف بده يكون رجع في القرآن وبشر الزاني بالفقر ولو بعد حين؟ كثير من الزناة ماتوا وهم أغنياء، وكثير من الذين قتلوا ماتوا بلا قتل. القرآن يكون فيه ما هو خلاف الواقع؟ نعم. أو كذب رسولا أو نقصه أو صرر اسمه بقصد تحقيره، كان يقول مويس عن سيدنا موسى تحقيرا له فهذا كفر. أو جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت الرجل تيه في مسجد البصر تحت قال اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي، وأشار إلى قلب نفسه. حتى قال بعض أتباعي في طريق الجديدة الرسول قال العلماء ورثة الأنبياء، إذا أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن الشيخ رجب رسول الله. والقسم الثاني الأفعال كسجود لصنم أو شمس إن قصد عبادتهما أو لم يقصد، إن الشمس عبدها بعض الناس والصنم عبده بعض الناس، والسجود لإنسان إن كان على وجه العبادة له، كسجود بعض الجهلة لبعض المشايخ المتصوفين، أي إذا كان سجودهم على وجه العبادة لمشايخهم فإنه يكون عندئذ كفرا، وإن لم يكن على وجه العبادة لهم لا يكون كفرا لكنه حرام، لأن السجود لا يجوز إلا لله. والقسم الثالث الأقوال وهي كثيرة جدا لا تنحصر، لأن كل من يطلع الناس بكفريات جديدة بعض الناس يطلع والعياذ بالله، منها أن يقول لمسلم يا كافر أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا عليم الدين، مريدا بذلك أن الذي عليه المخاطب من الدين كفر أو يهودية أو نصرانية، لأنه جعل الإسلام الذي عليه هذا المسلم كفرا والعياذ بالله، لذلك يكفر. أو ليس بدين، عم بيقول له أنت ما لك دين والعياذ بالله، أو قال له يا عليم الدين، يعني لا على قصد التشبيه. أما إذا قالها لمسلم عمل عملا قبيحا قال مثل هذه الألفاظ تشبيها له بالكفار لا يكفر لكن لا يجوز، وكالسخرية. أما إذا قال عن نفسه قال أنا كافر كفر لا قصد التشبيه، إذا كان يحكي عن شخص ثاني قال يا كافر أو يا عليم الدين وأراد تشبيهه لقبح عمله لم يكفر لكنه عصى، أما قال عن نفسه أنا كافر كفر ولو أراد التشبيه. بعض الناس يجب يعمل أحيانا يقول لك يا خي أنا كافر والعياذ بالله، من قال أنا كافر كفر. وكالسخرية باسم من أسمائه تعالى أو وعده أو وعيده، يعني واحد
حكي له عن الجنة فأشكرنا فيها في الجنة لولاد صغار كنا أرقى من هذا البحر، أو حدث عن عذاب الله الشديد عذاب جهنم فقال هذا شيء خفيف، أو بكرة نتسلى جهنم، أو بكرة نشوف أصحابنا، بعض الناس يقولوا أي بكرة نشوف اللي نحبه من الممثلات الكافرات، هذا كفر، عم يمزح هو بيكون، عم يضحك بيكون، لكنه كفر، مثل بعض الناس اللي يقولوا أي بكرة نتدفى بنار جهنم، هذا كفر، هذا كفر، لأنه كذب القرآن، الله أخبر أن عذاب جهنم شديد، هو بمقالته هذه كذب القرآن. ممن لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه، أي نسبة ذلك الوعد أو الوعيد إلى الله، وكأن يقول لو أمرني الله بكذا لم أفعله، أو لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها، أو لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها، مستخفا أو مظهرا للعناد في الكل، وكأن يقول لو أخذني الله بترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض ظلمني، هذا كفر صريح، بعض الناس يقعون فيه، يدخل المستشفى بيعمل عملية، يجي بعض الناس عم ينصحوه يقول له صلي، الصلاة لا تسقط عنك لأنك مريض، صلي على حسب حالك ولو في السرير، فيقول بعضهم إذا ربنا بده يأخذني على ترك الصلاة مع المرض ظلمني، هذا كفر، الصلاة لا تسقط عنه، أو قال لفعل حدث هذا بغير تقدير الله، بعض الناس يقولوها هذه الكلمة كمان، يقولوا أن نحن عملناه منه بتقدير الله، هذا كفر صحيح. أو قال لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم، أو قال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستهزاء، أما إذا لم يقصد الاستهزاء لا يكفر، قيل لو استعمل السواك، قال على رأس السواك سنة بس أنا لا أستعمله، لا يقصد الاستهزاء لا يكفر، أو قال لو كان فلان نبيا ما آمنت به، أو أعطاه عالم فتوى يعني شرعية فقال أيش هذا الشرع مريدا الاستخفاف بحكم الشرع، هذا كفر، أو قال لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشامل، أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء بل أراد لعن علماء مخصوصين، وكانت هناك قرينة تدل على ذلك، قرينة بكلامه مثلا بكلامه تدل على ذلك لما يظن بهم من فساد أحوالهم، فإنه لا يكفر وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية، لأنه في كل زمان الله جعل علماء صالحين، سيدنا علي رضي الله عنه قال لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه، يعني دائما يوجد علماء من أهل الصلاح، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمر هذه الأمة سيبقى على الاستقامة إلى النهاية، يبقى ولا يزال الناس من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من الأمة ظاهرين قائمين على الحق إلى النهاية، فدائما في من أهل العلم من أهل الصلاح، لذلك لا يجوز التعميم والشمول في اللعن، أو قال أنا بريء من الله أو من الملائكة أو من النبي أو من الشريعة أو من الإسلام، أو قال لا أعرف الحكم مستهزئا بحكم الله، أعطوه حكما شرعيا، قال له في الشرع إذا مات الرجل وله أولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، قال ما بعرف الحكم، يريد الاستهزاء بحكم الله كفر، أو قال وقد ملأ وعاء وكأسا بهاقا، يريد بذلك الاستهزاء بالآية، أو أفرغ شرابا فقال فكان سرابا، أو عند وزن أو كيل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أو عند رؤية جمع وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، بقصد الاستخفاف في الكل، استخف بالآيات بمعنى هذه الآيات، وكذا كل موضع استعمل فيه القرآن بذلك القصد، فإن كان بغير ذلك القصد فلا يكفر، لكن قال الشيخ أحمد بن حجر لا تبعد حرمته، يعني هو حرام، وكذا يكفر من شتم نبيا، من سب نبيا، أي نبي، أو ملكا، أي ملك، عزرائيل أو جبريل أو ميكائيل، لكن أكثر من يسب من الملائكة على ألسنة بعض الكفار هو عزرائيل عليه السلام، أو قال أكون قوادا إن صليت، والعياذ بالله، أو قال ما أصبت خيرا منذ صليت، أو الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء،
أما لو أن امرأة في حالة الحائض قيل لها صلي قالت الصلاة لا تصلح لي، يعني أنا لا يجوز أن أصلي وأنا حائض، فهذه ما عليها ضرر لا تنفر. أو قال لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك، أو لشريف يعني من هو نسبه إلى الرسول طريق الحسن أو الحسين قال أنا عدوك وعدو جدك مريدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر. أما إن أراد جدا له أدنى لا يكفر. أو يقول شيئا من نحو هذه الألفاظ البشعة في الشريعة، بعض الناس بيودان بقول دخيل شرير الله، بعض الناس بقول دخيل شوارب الله والعياذ بالله، موجود في لبنان من يقول هذا، هذه ألفاظ بشعة شنيعة كفرية. بعض الناس في لبنان في الإقليم وغيرها يقولون للصبي إذا تكلم الصبي سب له ربه، سب له رب العموم، هذا كفر صريح من هذا الذي أمر بذلك. وقد عد كثير من الفقهاء بل فقيه الحنفي بل ابن الرشيد والقاضي عياض المالكي رحمه الله أشياء كثيرة فينبغي الاطلاع عليها، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه، فعلمت الشر لا للشر لكن لتنقيه، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه، الذي لا يعرف الشر يقع في الشر. واحد ماشي بطريق مظلم قيل لو سلك هذا الطريق ولا ضوء بيده وظلام وفيه أشواك ووحوش سباع ومفترسات، هل يسلم عادة هذا الإنسان الذي يسلك هذا الطريق؟ كيف يسلم وليس بيده نور ما يستضيء به؟ العلم نور لكم فتعلموا ما فرض الله عليكم حتى تجتنبوا ما حرم الله، حتى تؤدوا ما فرض الله عليكم، حتى تكونوا من أهل النجاة في الآخرة. بدون علم ما في نجاة، بدون علم هذه الدنيا لا تصلح، بدون علم الدين الحياة لا تحلو ولا تصلح، بدون علم الدين الدنيا لا تصلح. علم الدين فيه صلاح العمل وصلاح الحال وصلاح العقيدة، لذلك لا بد من علم الدين. من أهمل علم الدين فهو على خسارة كبيرة، ومن ظن أنه اكتفى من علم الدين فهذا فيه ما فيه من الغرور. والقاعدة أن كل عقد اعتقاد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله أو كتبه أو رسله أو ملائكته أو شعائره، يعني شعائر الدين جمع شعيرة، وهي بمعنى المعنى أو معالم دينه جمع معنى كالأذان والصلاة وعيد الفطر وعيد الأضحى ورمضان أو أحكامه أو وعده أو وعيده كفر، فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال. يعني أكثر ما يتجنب الشخص هو الكفر، أكثر ما يتجنبه الشخص ويعمل على تجنبه هو الكفر، لأنه إذا الإنسان كفر كان مسلما وكفر خسر كل الحسنات التي كان عليها. لو كان بنى مليون مسجد لله تعالى ثم كفر ذهب الثواب. فصل يجب على موقعه الردة العود فورا الى الاسلام بالنطق بالشهادتين، مش بقول استغفر الله، والاقلاع عما وقع به الردة. يعني للدخول في الاسلام لابد من امرين، ترك الكفر والنطق بالشهادتين. ويجب عليه الندم، يعني يقول يا ليتني ما فعلت هذا في قلبي، على ما صدر منه، والعزم اي التصميم المؤكد على الا يعود لمثله. فان لم يرجع عن كفره بالشهاده وجبت استتابته، ولا يقبل منه الا الاسلام او القتل به ينفذه عليه الخليفه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، اي الخليفه يستتيبه فان لم يرجع قتله بعد أن يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام كما فعل علي مع الذين عبدوه. جاءوا الناس قالوا له أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، قال لهم ارجعوا عن قولكم هذا، إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام وأشرب، وإن لم ترجعوا لأقتلنكم شر قتلها. قالوا له أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، استتابهم لم يرجعوا، فأمر رجلا عنده سمى قبرا قال له أشعل النار في أخدود، لما أشعل النار وأراد أن يلقيه فيها قالوا له الآن ازددنا فيك اعتقادا لأنه لا يعذب بالنار إلا ربها والعياذ بالله. هو يقول لهم ارجعوا، إنما أنا بشر مثلكم عبد مثلكم آكل الطعام وأشرب،
قالوا له الآن ازددنا يقينا أنك ربنا لأنك ستعذبنا من الناس وحرقنا من النار. ماتوا كفارا أحرقهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم. ويعتمد الخليفة بذلك على شهادة شاهدين عدلين. يعني كيف يحكم على الشخص لأنه كفر إذا شهد عدلان مسلمان دينان كالديان الواجبات والثمان المحرمات عند الخليفة أن فلان قال كذا وكذا من الكفر الذي لا وجه له إلا أنه كفر، أو على اعترافه يعني جاء إلى الخليفة وقال له أنا أعتقد كذا من الكفر أو أقول كذا من الكفر، راجعه استتابه لم يرجع. وذلك لحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. بعد هذا يا أحبابنا كيف يتجرأ متجرئ يدعي العلم والإسلام ويقول الإسلام جاء بحرية الفكر والعقيدة والتعبير، فللإنسان أن يعتقد ما شاء ويقول ما شاء ويعبر كما شاء، وهذا حديث رسول الله من بدل دينه فاقتلوه، وهو حديث صحيح متفق على صحته رواه البخاري وغيره. ويبطل بها أي بالردة صومه إن كان صائما فسد الصوم، يرجع إلى الإسلام فورا يمسك بقية النهار ويقضي في اليوم التالي بعد رمضان بعد العيد، يعني اليوم التالي للعيد. وتيممه إن كان متيمما بطل تيممه، ونكاحه قبل الدخول يعني إذا كان عقد على امرأة وكفر أو هي كفرت بطل هذا النكاح قبل الدخول، وكذا بعده إن لم يعود إلى الإسلام في العدة. أما إذا كان حصلت الردة بعد الدخول دخل بها ثم حصلت الردة وبقي الذي ارتد منهما على الردة إلى أن مضت العدة ثم رجع إلى الإسلام النكاح بطل، لا بد الآن من تجديد العقد. ولا يصح عقد نكاحه أي المرتد على مسلمة وغيرها، المرتد هل يجوز ولا يصح عقد نكاحه لا على مرتد مثله ولا على مسلم ولا على غيرهما. وتحرم ذبيحته، إذا ذبح لا تؤكل، ولا يرث، أي لا يرث غيره ولا يورث ماله لغيره، ولا يصلى عليه، لا تجوز الصلاة عليه، ولا يغسل، لا يجب تغسيله، ولا يكفن، لا يجب تدفينه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، أي لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز أن يترحم على الكافر إذا مات مرتدا كان أو كافرا أصليا، لا يقال غفر الله له ولا رحمه الله. وماله فيء أي بيت المال إن كان بيت مال مستقيم كما كان بيت المال أيام عمر بمكة عثمان عليه. أما إن لم يكن فإن تمكن رجل صالح من أخذه وصرفه في مصالح المسلمين فعلى ذلك. نهدي الجماعة ثم نصلي على الرسول.